بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا فيكم في حلقه جديده متجدده من هذا البرنامج اليومي وهذه المجله الحكوميه التي نقلها فيها الصفحات الاجتماعيه والثقافيه والانسانيه بالاضافه الى محطاتنا الحواريه وتقاريرنا واخبارنا في هذا البرنامج. في البدايه مسي بالخير على اخواننا المصورين وطبعا ضيوفنا في هذا البرنامج ودائما وابدا الى سبيل المشاعر. مساء الخير. مساء الورد. عيد واحلى مساء لكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا دائما متجددين من خلال حلقات برنامج مساء الخير يكويت فيها العديد من المساحات الحواريه المهمه والضروريه بالنسبه لكم بالاضافه الى التقارير المحليه. ودنا شوي عيد نستعرض ضيوفنا لهذه الحلقه. نعم، ضيوفنا راح يكون في محطاتنا اليوم ضيوف مختلفين ومواضيع مختلفه. راح يكون معنا الاستاذ علي الحمد الباحث في مجال الزراعة المائية والحديث حول تقنية الزراعة المائية ومدى فائدتها خاصة في الفترة الأخيرة. نعم، وأيضا عندنا محطة حوارية ثانية وراح تكون إن شاء الله على الهواء مباشرة مع كل من شيخة المطوع رئيسة اللجنة الإعلامية بفريق باص الخير التطوعي وجنان الخطاف عضو بفريق باص الخير التطوعي. الحديث راح يكون عن فكرة تأسيس فريق باص الخير التطوعي وأنشطة الإنسانية. ولكن قبل لا نبدي حلقتنا والمحطات الحوارية ودنا شوية نتكلم عن موقعنا اللي احنا موجودين فيه حاليا اللي هو مكتبة الكويت الوطنية. هذا المكان يعتبر رافد من روافد الثقافة والمعرفة والفكر وأيضا الثقافة العامة. واللي شدني أن هذا المكان يحتوي تقريبا على 11 قاعة بالإضافة إلى القاعات الخاصة. القاعة اللي احنا موجودين فيها اليوم اسمها قاعة كويتنا. 11 قاعة ما شاء الله تشمل هذه المكتبة. يعني ودي أستعرض بعض أو أسماء القاعات الموجودة: قاعة النشء، قاعة ذوي الاحتياجات الخاصة، المواد السمعية والمرئية، المطبوعات الحكومية والأمم المتحدة، الدوريات، التراث العربي، بالإضافة إلى العديد من القاعات. يعني ما شاء الله تبارك الله. هذه المكتبة زميلتي مشاعل أيضا مشاهدين الكرام لا تعنى فقط في عملية يعني توفير الكتب والبحث الخاص، البحث العلمي في الثقافة والعلم والأدب، ولكن أيضا مثل ما ذكرت زميلتي هناك يعني قاعات عديدة. بالإضافة إلى هذا الجانب هناك يعني ما شاء الله تبارك الله قاعات للتدريب والتطوير الوظيفي. يعني من بداية حضورنا وانطلاقة البث في المكتبة الكويت الوطنية في هذا المكان طبعا، وإحنا دخولنا في هذا المكتبة دائما نشوف هناك دورات تدريبية ومحاضرات. هذا جانب مهم جدا. يعني الإنسان دائما نسمع الموضوع هذا، إذا أي إنسان يريد أن يطور من نفسه يقول له أنا لازم أقرأ. نعم. القراءة فعلا تطور من الإنسان ولكن في الجانب المعرفي، ولكن التطوير الخاص في المهارات يحتاج إلى التدريب. فلذلك هذه المكتبة ما شاء الله تبارك الله تعنى في هذا الجانب في هذا الجانب المعرفي والجانب المهاري. نعم، إذا مشاهدينا نبدأ معكم المحطة الحوارية إن شاء الله الأولى راح تكون مع السيد علي الحمد الباحث في مجال الزراعة المائية، ولكن بعد هذا الفاصل. أستاذ علي حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. الله يسلمك، حياك الله، وأنا سعيد جدا بتواجد معكم. سلام مبارك أستاذ علي. اليوم موضوعاتنا كلها خاصة يعني بالزراعة المائية وغيرها من هذه الأمور. يعني ما شاء الله تبارك الله عندك محاضرات راح تقدمها عن أساسيات الزراعة الشاملة ومنها الزراعة الحقلية والزراعة المائية. ودي أتكلم عن هذا الجانب. إن شاء الله، أنت عارف الحين إحنا إن شاء الله بشهر 9 يعني باجينا كم اسبوع وندش في الموسم الزراعي، خلاص نبدا تزرع، تطلع زرعها برا تقدر. فاحنا يعني خلينا وقت المحاضره يكون مع بدايه الموسم الزراعي عشان نثقف الناس ونعلمها شلون تزرع. طبعا المحاضره هذه يعني بالنسبه حقي انا شيء مميز جدا، لان هيت بدعوه كريمه من فريق النهضه التطوعي. فريق النهضه هذا
من اهدافه دمج ذوي الاعاقه مع باقي افراد المجتمع. عشان كذي راح تكون المحاضره ان شاء الله مميزه جدا واول مره تحصل بالكويت، وهذا اعتبره تصريح حصري حقكم انت. حتى انا بالتواصل الاجتماعي ما اعلنت عنه لان كنت بسوي مفاجاه، بس وجودي الحين راح اعلن عن المفاجاه هذه، ان راح تكون المحاضره هذه فيها جميع فئات المجتمع، راح يصير فيها اماكن خاصه حق اخواننا المعاقين، راح تترجم من الاستاذ بدر كرم اللي هو رئيس فريق بالتعاون مع فريق يد بيد، راح تترجم المحاضره بالكامل لغه الاشاره لاخواننا الصم البكم. وهذه عزيزة. اول مره تحصل ان ندمج الفئه هذه معانا يتعلمون الزراعه، حارم حالنا شو المشكله؟ فيعني شلون اوصل المعلومه؟ انا مثلي انا شخص ماني متدرب في لغه الاشاره، فصعب اني اوصلها. فوجود الاستاذ بدر كرم الله يعطيه العافيه تطوعا منه من غير اي شيء يعني انه يوقف يمي ويترجم المحاضره بالكامل لاخواننا الصم البكم. وهذا بالنسبه حقنا شيء جديد بالكويت، وان شاء الله راح تكون في الصرح هذا في المكتبه الوطنيه ما شاء الله. ان شاء الله بتاريخ 29/9، والدعوه عامه حق جميع فئات المجتمع صغيرها وكبيرها. دعوه مفتوحه. نعم دعوه مفتوحه، لا فوق هذا راح يطلعون بهدايا. يعني انت جاي تاخذ معلومات وتستفيد، وفوقها تطلع اللي راح نتكلم فيه راح نعطيك اياه هديه عشان نجربه في البيت. فهذا نفسه بحد ذاته دعم حق المجتمع وحق المجتمع الكويتي، نعلمه الزراعه ونحثهم عليه. يعني ما في فئه معينه او فئه مستهدفه؟ الزراعه ما تعرف فئه، يعني انا اعرف شخص عمره 10 سنين او 8 سنين او عفوا 13 14 سنه يزرع وعنده محاصيل، واعرف شخص عمره 60 سنه كذلك يزرع وعنده محاصيل، فالموضوع هذا ما في لا فئه عمريه ولا شخص معين. يعني حتى ذوي الاعاقه في انظمه حاليا ان شاء الله راح نطرق لها في الحديث تساعده ويقدر يزرع وهو على كرسيه. نعم. يعني ما شاء الله تبارك الله، هذه المحاضرات اللي راح تقدم عليها ان شاء الله في تاريخ 29 جوانبها مهمه معنويه وفكريه، وايضا يعني فيها جوانب انسانيه تلامس الاخرين وفئات المجتمع. اليوم الحديث كثر عن الزراعه المائيه، يعني يمكن لقاء سابق قبل فتره معك وتكلمنا، ولكن الان فرصه نوضح للمشاهد الكريم الفرق بين الزراعه المائيه والزراعه التقليديه اللي هي زراعه التربه العاديه. اوكي. الزراعه المائيه هو علم موجود من زمان، بس خلينا نقول احنا بمجهود الاخوان والباحثين الزراعيين في الكويت قدرنا ننشر الثقافه هذه بالكويت خلال ثلاث سنوات اللي فاتت، والحين صار يعني الزراعه المائيه متوفره بجميع البيوت. ما بقول لك جميع الكويت عشان لا اكون متفائل وايد، نقول 70% من مزارعين الكويت قاعد يستخدمون التقنيه هذه. شنو الفرق ما بينها والزراعه المائيه؟ انا كمزارع انا شنو محتاج؟ محتاج اني انا ازرع احط شتلتي بعد شهر ونص الاقيها تكبر بصحه تمام، مو محتاج اي عناصر غذائيه، تعطيني انتاج كثيف، ما تبهدل الدنيا في المي، اقدر ازرع باي مكان في البيت. كل اللي قلته هذا توفر الزراعه المائيه. فليش ما استخدمها انا كشخص؟ انا مثلا اتكلم عن نفسي انا شخصيا، انا عندي محميه فوق سطح بيتي، منو كان يزرع فوق سطح البيت؟ لازم احنا متعودين نزرع في الارض في الحقل في التربه موجود، بس انا سطح بيت عاده يكون كونكريت او 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 كاشي او يعني ما اقدر ازرع فيه، مو تربه. انا قاعد ازرع واحصل محاصيل صار لي اكثر من 3 سنوات فوق سطح البيت. شفناها قبل نشوف الفتره الاخيره الحدائق السطوح يعني بشكل عام، بس وقاعد نعرضها حاليا على الهواء. يعني استغلال السطح، يعني احنا ما نستغل السطح، دائما يكون السطح حق دفترتنا وحق ما نصعد الا اذا في عندنا مشكله حق تخزين. اي اذا عندنا مشكله اختلف التكييف تلاقي صعدنا فوق، ماكو شيء عندنا ما عندنا ما نصعد. بس انا بالنسبه حقي السطح عندي مستغل استغلال ايجابي جدا، يعني لا خالفت القانون اني سويت مساحات خارجيه محميه في املاك الدوله خارج بيتي، ما ازعجت الجيران، استغليت المكان، وثاني شيء وفرت كهرباء على بيتي. حلو. لان وجود المحميه كانه طابق ثاني، فيوصل يوفر كهرباء على الحمل الكهربائي واشعه الشمس على الطابق اللي تحت. شنو متطلبات الزراعه المائيه؟ يعني نقدر نقول من مقومات وعناصر لانجاح الزراعه. فعلا قبل 3 سنوات كانت المقومات او العناصر اللي نحتاجها كانت شحيحه جدا، كنا احنا نسويها. يعني انا اجيب سطل مثلا واقضه واحط لي فيتنج واشتغل وخر وماي وبهذله، الحين الحمد لله قدرنا نوفر جميع مستلزمات الزراعه المائيه بغض النظر عنه. كل انواع الزراعه المائيه وانظمه مالتها وفرناها بالكويت، فصارت ان انا شنو بيزرع؟ ابزرع ورقيات في نظام خاص حق الزراعه المائيه، ابزرع ثمريات في نظام خاص حق الزراعه المائيه، ابزرع اشجار كذلك في نظام خاص حق الزراعه المائيه. فكل نظام او كل نوع من الزراعه لها نظام معين ويستخدم لها يكون ناجح، مو معناته باقي الانظمه مو ناجحه فيها. بس دائما اقول انا مثلا ازرع خس، لما ازرع بالدش وقت اوكي او نظام دش وقت راح يكون اوكي زين وضع زين، بس راح ياخذ مساحه كبيره. بس لما ازرع بالحوض العايم راح يعطيني
إنتاج إذا كل أسرع. نوع معين لا نظام معين؟ نعم، هم أربع أنظمة أو خمس أنظمة، مو أكثر من كذي. كل شيء أقدر أزرع بالنظام المائي أو الزراعة المائية أي استثناء. ما شاء الله، يعني الورد، الخضروات، الثمريات، الأشجار، التين، التفاح، البرتقال، كل شيء، كل الأنواع. نعم. يعني أستاذ علي، أفهم من كلامك الآن أن تقنية الزراعة المائية إنتاجها أكثر وأسرع من الزراعة التقليدية. بالضبط. ليش؟ وأفضل وأوفر. ليش؟ ممكن. سبب واحد بسيط، أنا في الزراعة المائية موفر احتياجات، أنا أوفر احتياجات النبات، شنو محتاج النبات قاعد أعطيه مثل ما يبي. بالتربة أنا ما أدري، لأن التربة في مشكلة عندي في التربة، لما أنا أي أزق التربة أنا أقول والله النبتة هذه تحتاج لتر ماي، أعطيتها اللتر، أنت ما تدري إن 70% من الماي اللي أعطيتها راح يروح هدر في الماي، هدر بالتربة، ما استفاد منه أحد، لا النبتة ولا أنت ولا أي أحد، راح هدر، تأخذ 30%، فأنت قصرت عليها. أما في الزراعة المائية لا، نعطيها اللي يحتاجه بالضبط ومتى ما تبي، متى الوقت المناسب حقها أعطيه إياه. ترشيد يعني حتى الماء فيها؟ طبعاً 90% في ترشيد. هذا أهم نقطة نتكلم فيها في الزراعة المائية، بكل محاضراتي أو بكل لقاءاتي أتكلم. إحنا بالكويت ما عندنا عفواً مياه جارية، ولا عندنا شلالات، ولا عندنا ولا عندنا بحيرات، إحنا كل ماينا قاعد الدواء قاعد يتفعل أمواج طائلة، فالمفروض أنا رشد فيه. الزراعة المائية توفر لي 90% من استهلاكي حق الماء في القطاع الزراعي. أستاذ علي، أنت يعني تقوم أو تباشر المشروع بنفسك ولا عندك مثلا فريق متخصص؟ لغاية الحين أنا ممكن أقول من الشياب القبل أو من الكويتين القبل. شباب ما شاء الله تبارك الله، يشتغل بيده شباب، ما يحتاج ما أثق بأحد من يشتغل، من أي حق أسوي نظام حق نفسي أو حق غيري أو حق أهلي. ما أدري هذا الشخص اللي قاعد يشتغل هيك قاعد يسوي نفس ما أبي أنا بالجودة اللي أنا أسويها، أنا ما دام أنا قادر أسويها أنا أسويها، ما عندي مشكلة. يعني ما شاء الله متابعة منك شخصيا لهذا المجال. طيب الزراعة المائية، شنو الصعوبات اللي أي واحد فرضا بيدخل هذا المجال يقول يا أخي أنا عندي سطح قاعد يسمع الآن عبر التلفزيون وتشجع من كلامك، شنو ممكن الصعوبات يتواجهها إذا بيزرع حاليا يعني من الصفر بيبدأ هذا المجال؟ ما عنده أي صعوبات، كل شيء بتوفر عنده. وإحنا أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، وكذلك في أخوان وايد بالكويت عندنا، تتصل عليه تكلم على التواصل الاجتماعي يرد عليك ويوجهك ويعلمك شلون تسوي ويسمعك خطوة بخطوة. احنا قاعد ننشر ثقافه في الكويت، نبيها تنتشر لانها جدا ممتازه لجميع فئات المجتمع، سواء كان للعنصر النسائي، للكبار السن، للمعاقين، ما يحتاج مجهود. انا ركبت النظام، شغلته، انتهى الموضوع، انا ما لي علاقه فيه نهائيا. انا اي كل اسبوع اشيك على خزان الماي مالي، في ماي نظام حطيته ماي. بس نوضح للمشاهد الكريم، نظام الكتروني هو نظام مو الكتروني، هو نظام معين بس شغال عن طريق تايمر. ترك التايمر هو يسقي نفسه بنفسه، سافر اسبوع ورجع بوقت معين. نعم، وقت معين يسقي الزرع ويخلص. انت بس عندك مشكله في الخزان مالك. اي احد في البيت يقدر يعبي الخزان، مو محتاج احد، مو محتاج فني يعني. استاذ علي، وين وصلت الثقافه هذه عندنا؟ يعني وين وصل انتشارها؟ انت مساعه قبل شوي قلت ان احنا محتاجين ان تنتشر هذه الثقافه، تقريبا وين شايفنا هي منتشره او حجم هذا الانتشار؟ انا اشكركم على لقائكم، لان اللقاءات التلفزيونيه والاذاعيه دائما تساعد في نشر الثقافه هذه بالكويت، وهذا شيء ايجابي بالنسبه حقنا احنا كباحثين زراعيين في ونحابين نشر الثقافه هذه. خلنا اقول استاذه، يعني قبل 3 سنين انا اشتغل في احد المشاتل او موجود في احد المشاتل، كانوا بالاسبوع يجيني شخص او شخصين يسالوا عن الزراعه المائيه. الحين وانا اتكلم معك اكثر من 3 اشخاص اتصلوا علي وسالم احنا رايحين المشتل انت وينك مو موجود. فيعني في اليوم صار 6-7 إلى 10 أشخاص يسالون عن الزراعه المائيه او يتعلم او عنده محتاج معلومه معينه او يحتاج طريقه معينه علمه عليها او ضبطها. فيعني لا، في انا اجزم ان 70% او 80% من البيوت في الكويت اللي يزرعون كلهم عندهم نظام زراعة مائية. نعم. انا ودي اكون، انا احب الواقعيه نوعا ما، وعشان يكون المشاهد اللي حاب يشتغل في هذا المجال او يزرع من باب يعني الترفيه ويعني يستفيد من هذا المجال، يعني حدود التكلفه تقريبا اذا سطحه يعني السطح العادي البيوت الحكوميه العاديه كم يكلفه؟ يعني لو يتجه الى هذه التقنيه كزراعه ولا كعمل محميه؟ كزراعه ومحميه بشكل عام. المحميه انا ما اقدر اجزم فيها لان يعني بتقريبا شخص يعني نقول مثلا عشان اعمل محميه طولها 8x4 أو 8x6 تكون معقوله، يعني ممكن تكلفني 1500 او 2000 او 3000 دينار. ادوات كامله وتقنيه كامله. نعم، بس راح تدفع مره واحده. ما راح تدفع عقبها شيء، يعني ماكو شيء عقبها غير الكهرباء والماء فقط، ما في اي مينتنس لها او اي اضافات ثانيه. يعني احنا قاعدين نشوف باللقطات يعني اللي قاعدين نعرضها حاليا على الهواء ان في يعني في ثمار طبعاً. يعني في ثمار يعني ثمار، وثمار لدرجه اني انا ما اقدر بيتي ما يستوعبه. أيوة. وزع جيراني واهلي ما شاء الله. يعني مثل شنو؟
يعني الطماط والخيار الشغلات الموسميه، طماط الخيار الفلفل. انا الفلفل كان عندي يعني لغايه الحين مو عندي كميه، ما اقدر ما اعرف شو اسوي فيها يعني على الانستغرام يا جماعه اللي خاطر فيها ياخذها. غير الموسميه عندك شيء؟ انا بالنسبه حق محميه زراعيه ازرع طول السنه، ما لي علاقه بالموسم. ما دام عندك محميه زراعيه انت قاعد تقول حق الزرع احنا طول السنه درجه حراره 30 انتج، ما لك علاقه بالبره. في زرعه الهيل الحين حاطينها احنا على الهواء. اي نعم. هذا هيل؟ هذا هيل ما شاء الله. لازم نتكلم عنها. هذه ورده الهيل. خلينا نتكلم. انا زرعتها وحافظت عليها وتعبت عليها لما زهرت. يمكن انا من الاشخاص القليلين اللي زهر عندهم الهيل، بس عدم الخبره فيه ما عمره زرعنا الهيل. من فينا زرع الهيل من قبل؟ ما نعرف الهيل احنا يعني، عرفت؟ عادني مستورد يعني، فما عرفت شلون اتعامل معاها. يعني طلع انتاجها عندك؟ ما طلع انتاجها، لا عشان اكون معك اقولكم صريح، ما طلع انتاج لاني انا ما عرفت له. بس انا متاكد السنه الجايه راح اكون انا جاهز له. هذا شيء بالشيء يذكر يعني، الفتره الاخيره قمنا نشوف ايضا ما شاء الله مزارعين كويتيين، مزارع يمكن ناصر العازمي نوجه له تحيه، زارع القهوه. نعم. وما شاء الله انتاج فيها طبعًا. يعني سابقا نقول احنا من المستحيل خلاص يعني، قاعد نشوف الموضوع هذا ما شاء الله المستحيل عندنا بالكويت. كل شيء تقدر تزرعه من غير اي استثناء. كل من شيء. غير اي استثناء. من غير اي استثناء. الموز، القهوه، البرتقال، الهيل. بس توفر للبيئة. الكركم والبغدو. استاذ علي بس نوفر للبيئة. نعم. بس وفر له محميه بارده. ايه. والنظام يكون خاص حقه ينتج. ما عندي مشكله. استاذ علي برجع مره ثانيه لموضوع المحاضرات، قدمت من قبل محاضرات؟ نعم قدمت حوالي اكثر من 10 محاضرات. بس ليش انا محرص على المحاضره هذه؟ انا شايفتك وايد متشجع لها حق هذه المحاضره. جدا متشجع لها وبالنسبه حقي اضافه، لان راح ادمج من الفريق اللي دعاني فريق النهضه، انا اقدم لهم شكر وتحيه انهم يعني خصوني اني انا اقدم المحاضره. هذا شيء بالنسبه حقي اضافه يعني، انا مستمتع فيه يعني. يعني انا صدق موضوع اني انا مقدم محاضره تطوعي، بس صدقيني لو يقول لي ادفع لي فلوس راح ادفع الفلوس انا اقدمها، لانها تخدم جميع فئات المجتمع. حلو. فيعني انا وجود الاخوان المعاقين معي في المحاضره راح يعطيني دافع جدا، وانا راح اكون يعني مستانس جدا. والفريق اللي دعاني من اهدافه انه دمج افراد المجتمع مع فئه المعاقين، هذه من ضمن اهدافه اللي سعى لها وقاعد يسعى لها انه يقدمها. فالموضوع جدا سامي وعمل تطوعي، وما في اي يعني ما في اي يعني، بالعكس يمكن ندفع فلوس احنا ما ناخذ يعني، عارفه في موضوع العمل الدورات او المحاضرات هذه. ابو سالم يعني من خلال هذا العمل ما شاء الله تبارك الله، وانت مجتهد ومتحمس ويعني قاعد تتابع هذا العمل وقاعد تشتغل فيه وتحاول تطور من ادواتك والياتك. شلون تطور من نفسك في هذا المجال اكثر؟ يعني هل هناك متابعات خارجيه؟ يعني انت قلت ما في استثناء ترى في الزراعه، نقدر نزرع الموز، نزرع البرتقال، نزرع اي شيء. نعم. انا بالنسبه لي برا دائما يقولوا لك الكلام لا ترى ما نقدر نزرع في الاماكن. لا لا هذا انتهى الموضوع خلاص يعني. احنا يمكن صار لنا سنتين موضوع انه ما اقدر ازرع او ما عندي مكان، انتهى الموضوع. انت في البيت تقدر تزرع باي مكان عن طريق تقنيه الزراعه المائيه. ما عندك مشكله، وما في وساخه، وما في ماي، ما في تقول والله تراب وتشتغل بيدك تراب، لا انت ما لك علاقه بالموضوع هذا كله. في الزراعه المائيه وفرت عليك كل شيء. انا بالنسبه حقي عشان اطور نفسي دائما، انا كل سنه تلاقيني عندي 6-7 سفرات حق جميع معارض العالم، يعني معرض الصيني اكبر معرض زراعي في العالم. جهد فردي وصار. إيه نعم. جهدك هذا خاص. اروح احضر عشان اثقف نفسي، عشان اطور نفسي، شنو في جديد طبعا ابديت حق المعلومات اول باول. فما ما راح اتم على وضعي كذي. انا صار لي 3 سنوات يمكن المعارض، زرت المعارض بدول الخليج كلها، اللي بتايلاند حضرته، اللي بالصين حضرته. فيعني ما 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 اي معرض يصير في مجال اني اروح له على طول اروح عشان استفيد يعني. يعني استاذ علي شلون ترشد اللي حاب الحين يعني يتوجه حق هذا النوع من الزراعات؟ شنو تقدر يعني تقول له؟ انا اقدر اقول شنو النصائح اللي ممكن تقدمها؟ انا دائما اقول حق العالم تي تشتغل او حاب تزرع في ماي، ابدا مكان ما انتهيت. انا عشان اوصل المرحله اللي انا فيها اني انا اقدر اعطي محاضرات واتعلم واجرب. انا دائما في محاضرات لما اتكلم ما اتكلم اقول فلان قال او فلان او شفت في اليوتيوب او الفيديو الفلاني، دائما